دلوقتي هنتكلم عن البراكتيكال باراسيتولوجي اوف نيماتودز. اول دوده معانا اللي هي اسمها التراكيورس. التريكيورس اتسمت تريكيورس لانها بتعمل تريك وهي بتخرم بتدخل في اللارج انتستين، تمام؟ فهي عشان تخرم تدخل اللارج انتستين محتاجه تكون في ناحيه حاده جدا، بلس ان هي شبه الكرباج، بتمسك من ناحيه بتمسكها بايدك من ناحيه ومن الناحيه الثانيه بتضرب بيها، فالناحيه اللي بتمسك بيها عريضه والناحيه الثانيه رفيعه، تمام؟ كذلك الناحيه اللي بتدخل هي رفيعه، فهي بتعرفها من كده ان التريكيورس ناحيه تخينه وناحيه رفيعه قوي، ماشي؟ طيب بتعرف الميل من الفيميل ازاي؟ الميل دايما ماشي عوج كده، ماشي ولافف كده حوالين نفسه وبتاع، لكن الفيميل ماشي عدل، ماشي؟ وبلاس ان ان الفيميل اصغر، الفيميل اكبر قصدي، الميل صغير الفيميل كبيره قادره كده ومفتريه، ماشي؟ طيب دن 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 دن. طبعا تلات يعني اغلب طول الفيميل بيبقى رفيع والاقل هو اللي تخين، ماشي؟ نشوف بقى البيض بتاعها. طبعا احنا قلنا ان دي بتعيش في اللارج انتستن، فبتلاقي البيضه كده شبه سيجمنت من اللارج انتستن، بنقول عليها بارل شيبد، ماشي؟ بلس ان هي بتبقى براون، وكمان بتبقى عندها تو بولر بلاجز كانها صينيه شاي كده، شايف انت البلاجز دي؟ كان هي شبه صينيه الشاي بالظبط، تمسكها من الايدين وادي البتاع، فاعرف ان التركيوريس دي كان عندك راجل كده ايه بتاع حصان، الراجل اللي هو بيبقى بيسوق الحصان ده وجاي لك بالكرباج اللي هو شكل الدوده، فانت قدمت له الشاي على صينيه الشاي اللي هي البيضه، ماشي؟ دي البراون معاها السكشل اللي هي دي كده، دي كده اماتيور، اما دي اللي انت شايف جواها لارفا دي كده ماتيور ايج، ماشي؟ يبقى دي اماتيور ايج، اما دي ماتيور ايج. طيب تاني حاجه بعد كده، طبعا شكلها في اللارج انتستين، شفت بقولك بتعمل تريك عشان تدخل اللارج انتستين، فده بيقول لك وورمز اتاتشد تو ريد اندد السريتد ميوكوزا، ماشي؟ دي كده كولونوسكوبي في حاله الادر تريكيورا. طيب في الريكتال برولابس، طبعا ان الريكتم بحاله يطلع بره بسبب التريكيورا، زي ما احنا شايفين كده ان الريكتم طالع بره الانر كانال، يعني بيقول لك برولابس ريكتم ويز ريدند ميوكوزا ادلت وورمز سين از وايت، شايفها انت طبعا، بتبقى شايفها بعينك. طيب الاسكاريس دي الدوده الكبيره جامد، الدوده التعبان دي، انت طبعا اتسمت اسكاريس عشان انت بتبقى سكيرد لما تشوف، تبقى خايف، ماشي؟ طيب اسكاريس لومبريكويدز ادلت ميل اند فيميل، بتلاقوا موجودين كده في الجار، طبعا شايف الدوده باينه قوي، معروفه الاسكاريس دي مميزه مش محتاجه اي تربطات خالص، ماشي؟ افري وايت يعني شبه عاجل فيل، لونها ابيض كده. الميل بيبقى 15 سنتي ويز كيرف تيل، الفيميل من 20 ل 40 كالعاده، الفيميل مسيطره وكبيره، سنتي ويز بلانت تيل اند. طيب البيض بتاعهم الماتيور ايج في حاله الاسكاريس تحس شكلها يخوف، هي شكل بيضه الاسكاريس اصلا يخوف كده، فاهم؟ دي بتلاقي فيها جواها حاجه كمان كده، فدي كده ماتيور، اللي ما تلاقيش جواها حاجه تانية فدي ام ماتيور، ماشي؟ براون، طب هيجي يقول لك اوصفها لي، فانت هتوصف بقى اللي انت شايفه، هتقول براون اوتر ماميليت تشيل، بعد كده انر هايلاين لير طبقه كده شفافه شويه، بعد كده هنا ام ماتيور اوفم، هنا لارفا عشان ماتيور، بس كده الموضوع بسيط، ماشي؟ طيب بعد كده الانكليستوما، الانكليستوما دي اتسمت انكليستوما لان هي بتدخل من الكعب في حاله ان بتعمل بنتريشن يعني للجلد، فلازم يكون عندها اسنان عشان تعرف تخرم وتدخل، كذلك لازم يكون عندها اسنان عشان تعض في الانتستين وتخليها تخر دم فتشرب الدم بتاعها، تمام؟ كذلك اتسمت انكليستوما لان هي متنيه كده بانجل، فاهم؟ فتعرف ان الانكليستوما ان هي بانجل، في انجل فيها كده، تمام؟ كيرفت، ماشي؟ طيب بتعرف ان في قدام كده البكه الكبسول اللي هو في السنان، يعني بص لو عملت زوم كده ادي السنان بتاعتها، ماشي؟ سنتين اهو. طيب كذلك في بيقول لك posterior end drawn into a spine، يعني في الاخر بتاعها spine، يعني مش بس عندها سنان، لا عندها كمان spine، ماشي؟ ادي ده شكلها، بيقول لك عندها two pairs of teeth، طبعا هي التيس تحت المنظر ده، بس انا عملت عليها كده عشان تشوفها، شايف انت شكل التيس اهو، اهو لو حطيت لك هتلاقي نفس المنظر ده متطابق عليها، تمام؟ فهي عندها ايه two pairs of teeth عشان تعرف تعض بيهم فتشرب دم من الانتستين، دي بالنسبه للايه للانكليستوما. الايج بتاعتها اهي، طبعا دي مش الايج بتاعتها، هي دي المفروض الايج بتاعت الاسترونجلويد، بس يعني همشيها مجازا ان دي الايج بتاعت الانكليستوما امرنا الى الله. فيها ترانسبيرانت شيل وفيها كاركترستيك سبيس بتوين مش عارف ايه، فكنا هي اربع بيضات في بعض جوه، دي كده الانكليستوما، ماشي؟ ماشي. الاسترونجلويد بقى طبعا سترونج اندبندنت وومن، دايما بتبقى ماليه مكانها وباينه كده. طيب انت شايف حاجه في السلايد؟ ما انت شايف حاجه، يبقى هي دي السترونج اندبندنت وومن، دي الاسترونجلويد شفافه ولا كانها موجوده، كلام بس، ماشي؟ الجينيتال بريموديوم واسوفيجيال بالب، ماشي؟
ماشي، كلام جميل. انا مش شايف اي حاجه الحقيقه غير الاسوفجيال بالب. فين الجينيتال بريمورديوم ده؟ لو شاور لك في الزاويه كده احفظها، احفظ ان في الناحيه دي كده جينيتال بريمورديوم. الانتروبيس بقى، الانتروبيس دي الدوده الدبوسيه، دي بقى قتلت جوزها تمام وبدات تجري على يتامى. دي بتدخل في تقعد في اللارج انتستن تمام، وفي السمول انتستن قصدي، وتطلع كل يوم بالليل تبيض البيض بتاعها حوالين الانر كانال وترجع تاني مكانها وهكذا. يعني هو يا دوب مجرد ما جوزها عملوا مع بعض يعني عملوا كابلنج، جوزها مات بعدها على طول تمام. دي بقى يعني بتجري على يتامى، فبالتالي عايزالها ديل كده بوينتد عشان اللي يكلمها تشكه في وشه ماشي. وعندها فوق دبل بالبد اسوفيجاس، كمان عندها دبل جينيتاليا. الفيميل عندها دبل جينيتاليا، الميل عنده سنجل جينيتاليا ماشي. كذلك الفيميل اكبر من الميل في كل حاجه تمام. فدبل بالبد اسوفيجاس دي عشان يعني بتاكل ليها ولعيالها فاهم. في الاخر عندها زي ما قلنا ان هي اسمها انتروبيس لانها دبوسيه، فدي عندها دبوس، عندها بين بوينت التيل بوستيرلي، والايج بتاعتها بتبقى فيها حاجه شبه الدبوس تانية في النص، فدي كاركترستيك قوي. يبقى عندها دبوس في ديلها والايج كمان فيها دبوس، بس احنا بنقول عليها يو شيبد لارفا ماشي، يو شيبد لارفا، بس هي في النص فيها حاجه اهي دبوس اهو ماشي. طيب الادهيسيف تيب بقى، احنا بنقوم جايبين شريط سولوتيب بنعمله على الانال فولدز، بنقوم لازقينه على الانال فولدز ريبيتدلي الصبح بعد ما تكون هي باضت البيض بتاعها. تلحقه انت قبل ما الراجل يكون حصل له اتشنج فهرش فوقع البيض، بتقوم لحقه عامل لازق السولوتيب ده، وتقوم فحص الحاجه دي تحت الميكروسكوب، هتلاقي الايج موجوده على الشريط السولوتيب بس كده سيمبلي. شكرا.